والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. With you, inshallah, we'll start our halaqa. We'll start with the recitation of Quran, inshallah. Then from that last week to do it. The best of all words, the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will be doing it, inshallah. But I'll recite maybe the ayat of Hajj, since Hajj's understanding, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن واتقوا الله